لما تقدم انت شلون الان بتروح حق الامير وبتطلب العفو؟ العفو وهم اعتذروا لحد الان، هم اساءوا الامير بشكل علني. انا شو اقول لهم حاليا؟ انتم اساءتوا لسمو الامير بالعلن، اعتذروا بالعلن. ليش ما يعتذرون؟ هم اعتذروا الوزير، احد الوزراء في جلسه انسحاب انسحبوا من القسم، اعتذر الوزير قال والله اعتذر منك ترى مو انت المقصود. طيب انت اعتذرت من وزير، ما اعتذرون من ابو السلطات من سمو الامير؟ انا استغرب صراحه. اعتذروا من الشيخ ناصر صباح الحين، اعتذروا قال ترى انت مو المقصود، احنا طبعا انسحابنا انسحاب تكتيك، يعني الاعذار كثيره جدا. نعم. انا اقول من باب اولى الاعتذار من سمو الامير ابو السلطات جميعا والمجموعه الثانيه بعدها تتحدث عن مصالحه. طبعا. نعم. انت الان اول شيء اعتذر وبعدها روح مصالحه. وانت طلبت انت الاعتذار من النواب وليس الشباب. اعتذار من النواب فقط، الشباب كتب استرحام تقول خليه كتب استرحام. وانا من الناس راسع فيه، انا بالنسبه لي انا اتكلم عن نفسي شخصيا، انا من الناس راسع الموضوع لان سمو الامير بابه مفتوح. نعم. لكن الان ما تقدر تعمل شيء عفو الا بعد حكم التمييز، لما يخلص حكم التمييز حاليا تطلب العفو، لان العفو الان لا يمكن يعفو عنك حاليا اكيد الا بعد الحكم النهائي. الا بعد الحكم النهائي.